الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم في هذا الدرس من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تحدثنا في السابق عن نبي الله آدم وعن نبي الله نوح عليهما الصلاة والسلام، واليوم نتكلم عن نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال القرطبي: فقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم ابن سام بن نوح عاد، ثم قال: وإرم تسمية لهم باسم جدهم. ثم قال: وقيل ذات العماد، أي ذات الأبنية المرفوعة على العمد، وكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون عليها القصور. وقال ابن كثير: وهم أولاد عاد بن إرم ابن عوص بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق. وقال الله عز وجل في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال ابن كثير: كانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف، وهو الجبل من الرمل، قاله ابن زيد. ثم قال: قال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. ثم قال: لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصدنا عن آلهتنا. وفي قوله تعالى: فلما رأوه عارضا، قال الطبري: فلما جاءهم عذاب الله الذي استعجلوه فرأوه سحابا عارضا في ناحية من نواحي السماء. وقال الشوكاني: قال الجوهري: العارض السحاب يعترض في الأفق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، وهو متفق عليه. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال ابن كثير: بكل ريع المكان المرتفع. ثم قال: أتبنون بكل ريع آية، أي معلما بناء مشهورا. تعبثون، أي وإنما تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. وفي قوله مصانع، قال الشوكاني: وقيل هي الحصون المشيدة، قاله مجاهد وغيره. وقال الزجاج: إنها مصانع الماء التي تجعل تحت الأرض واحدتها مصنعة ومصنع. ثم قال: قال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العالية. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال الطبري: وما نحن بتاركي آلهتنا، يعني لقولك أو من أجل قولك. قال القرطبي: إن نقول إلا اعتراك، أي أصابك. وقال ابن القيم في التفسير القيم: وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله
فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وحكمة. وقال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال الشوكاني: الريح العقيم وهي التي لا خير فيها ولا بركة، لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، إنما هي ريح الإهلاك والعذاب. ثم وصف سبحانه هذه الريح فقال: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي ما تذر من شيء مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالشيء الهالك البالي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهو متفق عليه. قلت: والعرب تسمي الريح التي تأتي من المشرق إلى الغرب الصبا، وتسمي الريح التي تأتي من المغرب إلى الشرق الدبور، لأنها تستدبر الكعبة. وقال سبحانه وتعالى في سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال القرطبي في قوله ريحا صرصرا: أي باردة تحرق ببردها كإحراق النار، مأخوذ من الصر وهو البرد. قاله الضحاك. ثم قال: في يوم نحس مستمر، أي دائم الشؤم، استمر عليهم بنحوسه، واستمر عليهم فيه العذاب إلى الهلاك، وقيل استمر بهم إلى نار جهنم. أعجاز نخل منقعر، أي تقلعهم من مواضعهم. ثم قال: المنقعر المنقلع من أصله، قعرت الشجرة قعرا قلعتها من أصلها. انتهى. قلت: والأعجاز جمع عجز، وهو الدبر، أي كأنهم أدبار نخل منقلع. وقال تبارك وتعالى في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. قال ابن كثير: قال قتادة: والربيع والسدي والثوري عاتية، أي شديدة الهبوب. ثم قال: قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغير واحد: حسوما متتابعات. انتهى. قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى مطروحين هالكين. ثم قال: أعجاز نخل خاوية ساقطة فارغة، كما جاء في تفسير الجلالين. انتهى. قلت: ومن شدة غضب الله على قوم عاد لكفرهم واستكبارهم بقوتهم، سلط الله سبحانه عليهم الريح 7 ليال وثمانية أيام متتابعات، إمعانا في عقابهم وإذلالهم. ومن قوله وفي قوله تبارك وتعالى: فهل ترى لهم من باقية، قال ابن الأنباري: معناه من فئة باقية. انتهى. قلت: وفي قصة قوم عاد عبرة لكل كافر ولكل ظالم ولكل مستكبر. نسأل الله تبارك وتعالى عفوه وعافيته وهدايته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.